عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة لا تصام كلها يقينا، لأن يوم العاشر هو يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، يحرم صومه. لكن هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال أهل العلم: ولا شك أن الصيام إيش؟ عمل صالح. فقالوا: إذن يسن الصوم لأنها عمل صالح. فقالوا: إذن تصام هذه الأيام من هذا الباب ما عدا اليوم العاشر، لأنه إيش؟ يحرم صومه. لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام ولا أمر بصيامها، ولكن جاء الكلام العام هذا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: والصوم عمل صالح، لذلك استحب أكثر أهل العلم أن تصام هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر. قال: وآكلها عرفة، وهو اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، اليوم التاسع اللي هو عرفة. طيب، من الأول إلى الثامن، من أول ذي الحجة إلى ثمانية ذي الحجة، قال: يستحب صومها، وآكلها عرفة، ويحرم صوم العاشر. إذا نستطيع أن نقسم أيام عشر ذي الحجة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يحرم صومه وهو العاشر، ما يتأكد صومه وهو عرفة، ما يباح أو يستحب صومه وهو من الأول إلى الثامن. نعم. لا، أكل السنة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة.